وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي خلق وحده العالمين، والصلاة على النبي الأكرم الذي كان لا يحب ما شاء وما شئ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. صدق الله العلي العظيم. حضرة رئيس الحفلة المنور وسادتي الأعزاء وزملائي في الفصول، إن الله تعالى أوجد هذا العالم وخلق كل شيء يوجد في العالم. الله واحد أحد صمد، قادر على كل شيء، جبار قهار، هو الذي بعث الأنبياء والرسل إلى هذا العالم. كان هدفهم أن ينقذوا الناس من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الرب وحده والسجود له. أما توحيد الربوبية فيجب على العبد أن يعتقد بأن الله تعالى وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محي ولا مانع إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا معطي ولا مانع إلا هو. عندما ينصرف العبد عن مثل هذا الاعتقاد يخرج من الإسلام ويمرق من الدين الذي قال عنه القرآن الأول ولم يجعل له عوجا، الثاني ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي مجتمعنا البشري كثير من الرجال والنساء ينحرفون عن هذه العقيدة، فالرجال الصالحون البررة عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية ويدلوا الناس الذين يعمهون في الظلمات الهالكة الحالكة الموبقة على طريق الجنة. أما توحيد الصفات فعلى العبد أن يعتقد بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي تتواجد في كتب الأحاديث والأخبار، والقرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عند الله. لا ينبغي لفرد من أفراد البشر أن يصف أحدا منهم بأسماء الله الحسنى، لأن الله واحد أحد في أسمائه وصفاته، ولذلك ورد في التنزيل العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما قال نوح عليه السلام لقومه أن يهجروا الأصنام ويغادروا عبادة الأوثان فشمروا عن ثغر جد، قال الملأ الذين كفروا من قومه لقومه لا تتركوا هذه الأصنام، هذه الأصنام تحيي وتميت، هذه الأصنام تنفع وتضر، هذه الأوثان تجديكم نفعا، هذه الأصنام تمطر المطر الغزير، هذه الأوثان تجديكم نفعا إذا افتقرتم إليه، إلى أن نلقاكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرايحان انترناشنال مدرسة، একটি আন্তর্জাতিক কুরআনিক শিক্ষা মিশন।